شوفوا هذا الشخص يزيد مجود الخام وقاعد على الكرسي بكل غروب، بينما من الإمام الحسين قائد عظيم حفيد رسول الله. كان الإمام الحسين يمثل الحق ويزيد يمثل الباطل. الكوفيين قالوا إليه تعال يا حسين وإحنا من ننصرك، إحنا من طيح يزيد إياك. فخرج الإمام الحسين بالركب، تشوفون جمال الإمام الحسين يتقدم هون. تقدم الإمام الحسين في مسير من مكة إلى كربلاء. المسير من مكة إلى كربلاء كان في عدة محطات. شوفوا من مكة إلى كربلاء هنا، كل محطة هنا يوقفون فيها يستريحون. واحد من الركب شاف نخيل، قالوا له المكان ما في نخيل. قال لهم الإمام الحسين دققوا النظر، يعني شوفوا عدل. دققوا النظر وإذا بها أسنة الرماح، شافوا رماح جاية إليهم، جيش متوجه إليهم. كان هذا الجيش بقيادة شخص اسمه الحر بن يزيد الرياحي. التقوا إياهم عند هالمنطقة، شوفوا هالنقطة عند هنا التقى إياهم. فجأة للحسين وكانوا عطشانين، جيش الحر كانوا عطشانين، هم وحصنتهم تعابة. وكان عند الإمام الحسين والقافلة ماء، فقال اسقوهم. فسقوهم هم وحصنتهم كامل حتى ارتوى. فقال الإمام الحسين إلى الحر وش تبي يعني انت هالجاي ويانا لو ضدنا؟ فقال أنا أرسلني ابن زياد علشان أخذك إلى الأمير. فقال له أنا لا أتبعك. قال له عمر وأنا لا أدعك. قال خذ طريقا وسطا لا يردك إلى المدينة ولا يأخذك إلى الكوفة. يعني قال له إذا ما تبي جياي لا تروح إلى الكوفة. فقال الإمام الحسين إلى أصحابه من هو يدلي طريق ثاني؟ شخص اسمه الطرماح قال أنا أدلي الطريق يا أبو عبد الله. فقال ليه تقدم؟ فتقدم الطرماح وسار بالركب وتوجه بهم نحو أرض اسمها كربلاء. في هالأرض لما وصلوا إليها القافلة وقفت مرة واحدة. استغرب الإمام الحسين ليش وقفت يعني القافلة منهم ومن نفسها؟ فنزل من حصانه وقال جيبوا حصان ثاني. ركب على الحصان الثاني ما يتحرك. جاب الثالثة بعد ما يتحرك. سألهم قل لهم وش اسم هالآر؟ قالوا تسمى الغاضرية. قال لها اسم آخر؟ قالوا تسمى نينوى. قال لهم لها اسم آخر؟ قالوا تسمى العقل. قال أعوذ بالله من العقل. قال لها اسم آخر؟ قالوا تسمى كربلاء. هنا كربلاء قال لهم خيموا نصب الخيام. فقعدوا في كربلاء. ابن زياد حشد جيش جبار علشان بس وقف مسير الإمام الحسين. الجيش تقريبا عدده كان 10,000 مقاتل، وعلى روايات اخرى 30,000 مقاتل. شوفوا منين؟ شوفوا اللي بين الخطوط، هذا كله جيش ابن زياد. طالعوا واجد عدد كبير، بينما هني جيش الامام الحسين عدد صغير. هل يقدرون يواجهونها؟ لكن الامام الحسين ثبت ووقف. الحر بن يزيد الرياحي أثناء الحرب قاعد يفكر، يقول أنا وش سويت؟ أنا ليش جاي أقاتل ابن رسول الله؟ هذا أم فاطمة جده النبي، أنا أوقف ضده وأقاتله؟ فشافه واحد جلي محتار يتحرك روح يمين ويسار. سأله قال لي وش فيك يا حار؟ أنا لو خيم قالوا لي منه أشجع أهل الكوفة وما قلت أحد غيرك أشجع، ليش أنت خيفان؟ قال والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار.
ولا اختار على الجنه بدلا، ولو حرقت وقتلت يعني. فاختار الحر انه يذهب مع جيش الامام الحسين. راح الى الحسين وقال له هل من توبه؟ فقال له الامام الحسين يتوب الله عليك. ونزل راح ينصح ربعه، يقول لهم انتم الحين قلتم للحسين تعال الينا ونقاتل وياك ضد يزيد، واخر شيء تخذلونه وتصير سيوفكم عليه. ما سمعوا كلامه وقالوا ارموه بالنبال، يعني بالسهام. فاخذوا السهام ويرمون عليه. ما بالك يا حر تقاتل ابن فاطمة قرة عين الرسول وأنت ترجو شفاعة جده المصطفى؟ إلى أين أنت ذاهب يا حر؟ بل يجب أن تشارك فيه. لست أنت مفردا بين جمعين أبرز فيه من كان منا أعطانا